حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من احتمال ألا يكون هناك حل سحري للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد الفيروس. وقال تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف، قال في الوقت الحالي لا يوجد أبدا حل لفيروس كورونا. لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف من مدريد دكتور غسان الجعيدي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات. مرحبا بك دكتور غسان معنا في هذا النقاش على إكسترا نيوز. يعني تصريح متشائم إلى حد كبير من مدير منظمة الصحة العالمية حين يقول أنه في الوقت الحالي لا يوجد حل سحري وقد لا يكون هناك أبدا حل لفيروس كورونا. يعني كمتخصص كيف تتلقى مثل هذا التصريح وما الذي يعني بالنسبة لجموع المواطنين حول العالم الذين ينتظرون بفارغ الصبر أي بريقة أمل للقاح أو علاج؟ دكتور غسان هل تسمعني؟ نعم. هل استمعت إلى السؤال أم تود أن أعيده على حضرتك؟ لا والله السؤال ما سمعته. طيب كنت يعني نحن نناقش تصريح تيدروس أدهانوم اليوم قال إنه لا يوجد حل سحري للقضاء على فيروس كورونا، لا يوجد الآن وقد لا يكون هناك أبدا حل سحري لفيروس كورونا. هذا التصريح كثيرون استقبلوه بصدمة أو بتشاؤم، فكيف تستقبل حضرتك هذا التصريح كمتخصص في ظل وضع ينتظر فيه الكثيرون حول العالم أي بريقة أمل من لقاح أو علاج لفيروس كورونا؟ نعم. هلا حاليا طبعا حل سحري ما حيكون في حل سحري، لانه يعني الحل اللي حيكون موجود حيكون حل علمي وحل قوي ان شاء الله، ولسه الدراسات سايره عليه، وهو فعليا اللي كان يقصده انه ما في حل نهائي لفيروس قد يكون متغير مثل اي فيروس. مثلا عندنا قبل هيك فيروسات الرشح قد تتغير من سنه الى اخرى، ولذلك اللقاحات تتغير من سنه الى اخرى او كل سنتين، لانه هذه الفيروسات في النهايه تتغير وبصير فيها يعني تغييرات بسيطه على غشائها بتخلي اللقاح اللي عندنا غير فعال. فلذلك هذا لا يعني انه ما حيكون عندنا لقاح، بل انه اللقاح حيكون موجود ان شاء الله لفتره معينه بتساعدنا انه نجاهد او نكافح هذا الفيروس ونقاتل هذا الفيروس. بعد هيك لازم نرجع او لازم نضل نطور في هذا اللقاح، نضل نغيره ونضل نجدده بحيث انه يضل على استمرار يعني دراستنا لهذا الفيروس، لانه حيضل يتغير، لانه طبيعه الفيروس قد تتغير من وقت الى اخر. مثل ما شفنا هلا في عندنا عده نسخ من هذا الفيروس، وعندنا حوالي اظن مشخصه اكثر من 7 أو 8. فلذلك انه ويبقى وكل ما ندرس يعني تكوينه بنلاقي انه متغير من دراسه الى اخرى. فلذلك ما يعنيه هو انه ليس انه مش حنلاقي لقاح، بل انه اللقاح حنضطر نضل نطور فيه. هلا بيطلع عندنا لقاح بيكون فعال لفتره بعدين بنضطر نغيره، بس مثل فيروسات ثانيه متغيره او متقلبه. يعني يقصد انه الحل لن يكون ابدا نهائيا، في كل فتره علينا ان يعني نبحث عن لقاح للتاقلم مع تغيير الفيروس. طيب هل اللقاح حين يتم التوصل اليه وهناك امال كبيره معقوده على المحاولات التي تجرى هنا وهناك في دول مختلفه للوصول الى لقاح، اذا ما تم الوصول الى لقاح دكتور غسان يعني كما قلت هناك امال كبيره معقوده عليه، هل هذه الامال في محلها ام ايضا بعد أن يتم الوصول للقاح سنجد أنه ليس الجميع يستجيب لهذا اللقاح، قد يبدي نتيجة فعالة لدى البعض لكن لا يبدي هذه النتيجة مع البعض الآخر؟ مظبوط. حاليا احنا من مع كل اللقاحات الموجودة وفي منها كثير بلشت تتجرب في المرحلة الأخيرة على التجارب السرية، بنشوف أنه في منها يعني هلا بدنا ندرس فعاليتها وقديش نسبة الفعالية. طبعا في أشخاص وفي مواطنين يعني حتتفاعل معهم وحتتجاوب اللقاح بطريقه جدا ايجابيه، وفي منهم يعني ما حتكون النتيجه هالقد بوزيتيف. بس اجمالا مثل كل اللقاحات، اللقاح مش ما بيحمي 100% اي شخص ولا اي لقاح في العالم، ولكن اللقاح بيكون فعال بنسبه مثلا خلينا نحكي 90% او 88%. حاليا بنحكي احنا انه فوق ال 80% باذن الله، واللي هو حيكون يعني جدا قوي. طبعا تفاعل البشر، تفاعل الجسد مع هذه اللقاحات قد يتغير من شخص لاخر، وهذا لا يعني انه اللقاح غير فعال، ولكن احنا حنعتمد باذن الله انه على النوع من اللقاحات. يعني لقاح مثلا معين
وهذا هو اللي حنضل نطور فيه ونغيره، باذن الله بصير يتغير كل سنه او كل سنتين بحيث انه ناقلمه على الفيروس الجديد او على تغييرات الفيروس، بس بكون عندنا عمود نشتغل عليه، يعني من اول ما نلاقي اللقاح الفعال باذن الله بصير عندنا عمود وبصير احنا نشتغل على هذا العمود ونغيره سنه بعد سنه او كل سنتين او كل ما يتغير او يتطلب الفيروس انه نغير هذا اللقاح. طب من سيحصلون على جرعه من اللقاح يا دكتور؟ لن يصبحوا محصنين ضد الاصابه بفيروس كورونا لان يعني الفيروس قد يتغير وبالتالي قد يحتاجون للقاح جديد، ام لانه الاجسام المضاده تحتاج وقت في الجسم حتى يتم تجميعها وتستطيع ان تواجه الفيروس فعلا؟ هلا حاليا احنا اي فيروس بسبب اي مرض في الشخص او في فرد معين حتى لو تغير هذا الفيروس مفروض انه الجسم يقدر يقاومه. في فئه قليله من المجتمع اللي هي حتعتمد 100% على اللقاح اللي هي ما بتقدر تطور مثلا لحد ذاتها تطور لقاح لهذا الفيروس او تطور مناعه بالاحرى تطور مناعه ضد هذا الفيروس، ولكن حتى لو تغير احنا عندنا المناعه لهذا الفيروس، يعني الفيروس مثلا عندنا مناعه بنسبه 80% للفيروس على السنه هاي، حتى لو تغير حيكون عندنا مناعه. بس انه على التغيير هذا البسيط ممكن قد ياثر علينا يسبب لنا مثلا رشح بسيط او يسبب اعراض بسيطه ان شاء الله او اشياء، بس طبعا هذا كله بيعتمد على تجاوب الجسم. لسه هذا الفيروس جديد فحيضل لسه نطور عليه ونحصي معلومات عنه، ولكن ما يعني ما لازم انه بهذه الطريقه يعني نكسر امل المواطنين او نحكي لهم انه هذا صعب ومش حنحصل عليه، لانه الحمد لله كل المعلومات اللي لحد الان وصلنا ايجابيه، يعني ما والدراسات اللي صايره واللقاحات اللي هلا الحمد لله بلشت تتجرب في اخر مرحله للتجارب السريه برضه ايجابيه، واحنا نتوقع انه ان شاء الله بشهر اكتوبر نبلش نستخدمها، وحتى في تحدد في مختبر من المختبرات اللي بدرس اللقاحات يعني حتى حدد سعر اللقاح. يعني نعم. احنا في مرحله كثير متطوره من هذا من هذه الزراعه. نعم، لكن هذا سوف يتطلب وقتا طويلا حتى يحصل الجميع عليه، يعني فيما يتعلق بالتوزيع وطرق الامداد وتعاون الدول والسعر المقرر، والبعض قد يحتاج الى جرعه او حتى اكثر يعني للتحصين ضد هذا الفيروس دكتور. مضبوط، هلا احنا في بنصمم في اللجنه الوطنيه بدنا نصمم طريقه للتوزيع، و تعاقدنا مع عدد مختبرات بحيث انه اول ما يطلع عندنا اللقاح باذن الله نقدر نصنعه بطريقه سريعه، وفي يعني بنحكي عن عده بروتوكولات توزيع داخل اسبانيا على الاقل، و يعني نقدر نزود المستشفيات بطريقه صحيحه من هذا اللقاح. نعم. ومن وجهه ثانيه يعني طبعا هي اللقاح اللي بنحكي عنه هلا في ثلاث لقاحات يعني قد تكون متطوره ان شاء الله في شهر اكتوبر، وهي تحتاج الى جرعتين، والاحتياج لهي الجرعتين او لهذه للمرتين يعني للتلقيح هي فقط ل يعني تقويه هذا اللقاح او لنعمل اكثر نعطيه اكثر فعاليه مضادا للفيروس ونامن المواطنين بطريقه يعني اكثر. نعم نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور غسان الجعيدي عضو اللجنه الوطنيه لمكافحه الفيروسات، تحدثنا من مدريد.